بسم الله محمد اللهم افرج عليه يا ارحم الراحمين. يا سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير. وهنايا جينا باش ناخذوا خضيره. دابا عاوتاني كنشوفوا الديسير. جزاك الله خيرا. شحال ديال تقلب داك التقضيه. المهم حنا عرفنا غادي نفطر وتشويكه ضروري. بالمناسبه البنات بابا اليوم اتصل فرحان صراحه، عاجبنا الحال وتا هو كذلك فرحان. دابا جينا غير باتيشاليت حدانا، جاتنا سهله قريبه لينا، شفنا هاد التقبل لي انا في هذه زوينه. بالنسبه لصابلي غادي نشوفو، دابا غادي تقاد لي بلاطويات، قلت لها تقاد لي بلاطو كبير. هيا بسمه معايا حيث فيه الكيلو و 200 سلام ورحمة الله. وتبدأ صعودا في الجبل، هناك طبعا في تلك المناطق معبدة ولكنها تبارك الله عليكم. ايوا هذا هو الغداء ديالنا، تزيتون ولكن تهيت نديرو بحال هكا فوق الطاجين. جدي هذه الماكلة زينة ساعة ما بغاتش معانا واقيلا كندوقوها وصافي. تانا كفاين هما عيطوا لهم باش انايا نقد هكا صافي وما بقاش ديال الخبز. هذا خبز الدار ياك عاد درتو زي هذا خبزي. وكنديروا مثلا هكا الطاجين طيرات هكا من الجناب باش كتغرفي من الطاجين وكتاكلي هكا في الطار زوين كتجي احسن. المعيلة ولاتي الزن وتباتي واتي ويا للدار ولاتي ويا للدار ولاتي. البنات الله يجعلها صدقه مقبوله ان شاء الله. ان هذه القصعه غادي تخرج للجامع. شكرا بزاف اختي. المهم هي اللي غتهبطها لامي عبد الوهاب. يلا حنا سلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا الفيديو اليوم سبيسيال ماشي بحال كاع الفيديوهات. كيفما شاهدتوا معنا وكيفما لاحظتوا معنا هاد القضيه ديال زينه المحارم، انا بارطاجيت معكم في الاول كيفاش دازت التحضيرات وقلت علاش لا ما غاديش ندير واحد الصدقه ان شاء الله تكون مقبوله. وداكشي اللي كان جمعت اليوم العائله ديالنا وداكشي صراحه ما بغيتش ندوزها غير هكاك وكون ديجا مبلانيا وراه شحال هذا. انا قبل اصلا غير عرفت هاد القضيه هادي قلت نهار غتحكم براءه غادي ندير واحد الصدقه وان شاء الله تكون مقبوله. وقلت والله الا ديما كانت في بالي غير نهار تحكم براءه غادي ندير صدقه. واخا جاونا بزاف ديال المشاكل في الطريق واخا بزاف ديال الحوايج ولكن ما بغيتش كاع نعارض هاد الصدقه ولا نقول صافي بناقص ولا عرفتوا شحال تطبخنا اليوم شحال تمحنا تمشالينا الحال بزاف ديال الحوايج. ولكن صافي قلت انا كنت مقرره انني غادي نديرها والحمد لله ربي كمل وربي يسر كل شيء. جا الحمد لله العائله تجمعات كل شيء يعني صافا الحمد لله حد الان. ومهم حيل وبنا معنا تي قضت راسها وخلقت مشكله مع زينب مسكينه وكتنعس بكري ولكن هاد الليله صبرت معنا زينب. ديك زينب ياك زينب ولا كبيده ديالي مكليش عرفتي ما شاء الله عليها تبارك الله. ايوا المهم بالنسبه لهاد الصدقه هذه دابا حاليا كنعتبرها صدقه حتى على خوتنا المسلمين اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم. ماشي اللي غادي نقول يعني هي شي صدقه في التالي كتبقى صدقه ماشي احتفال محتفلين ولا شي حاجه اللي شي حاجه حتى مظاهر الاحتفال ما دايرين موسيقى ما دايرين تطبال ما دايرين حتى حاجه. بالعكس بالعكس جبنا الطلبه وغيقراو القران ما يتيسر من القران وغادي يرفعوا الاكفه في الدعاء وغادي يدعيو مع الموتى اللي ماتوا وغادي يدعيو معنا مع بوكريشه. احنا محتاجين ان الطلبه يكونوا عندنا في الدار لان المشاكل اللي كيوقعوا لنا وداك الشيء شي حوايج غير طبيعيه. زوين انها تكون فرصه نديروا صدقه نخرجوا صدقه ان يعني ربي نزلت العدالة الإلهية فعلاش ما غاديش نديرو شي حاجة في سبيل الله. شكرا لله بعدا والناس غادي تاكل علاش لا. داكشي اللي كاين. المهم خرجنا هكا اللي قدينا عليه للجامع الحمد لله يعني كل
كل واحد كياكل في داك البصاع عندك انت الاجر، ويا ربي تجعلها صدقه مقبوله كما كنقول. وهذه كيف ما غادي نعتبرها انا صدقه على خوتنا المسلمين، وكذلك على البراءه ديال بابا. شي حاله ماشي سهله، راه انا ديما كنقول الحمد لله. وواحد الحاجه اللي صغيره اونتر بارونتيز، الحمد لله انا مطمئنه 100% حتى في الاستئناف نفس الشيء. الناس اللي كتقول حقا باقي الاستئناف، نفس الشيء غادي يكون ان شاء الله باذن الله، لان ربي كيشوف. وشي حاجه ما كايناش، ما عندناش منين غادي نزيدو نهربو من العداله الالهيه، وهذا فقط ربي كيشوف ان هذا الانسان ما داير والو. والحمد لله كينصرف القضايا اللي ما دايرش فيها شي حاجه، ولا الحمد لله على كل حال. وهذه يعني كان من اخطر القضايا اللي عند بابا، ومن اخطر القضايا اصلا اللي كاينين. راه زينه المحارم ماشي شي حاجه سهله، ما يديرهاش شي واحد هكا بكامل قواه العقليه، ماشي لوجيك كاع. والله يدينا في الضو هادشي اللي كاين. كنا كنتمنوا دوكا كان معنا بوك ريشاط سي محمد، تمنيت صراحه كنتمنوا يعني الفرحه، ماشي هاد الصدقه ناقصه. يعني لو كان هو غادي يدي، كان كيحماق انه يدي الكسعات الجامع، كيحماق على هاد الحاجه. ديما شحال من مره خرجناها، والله يقبل والله يطلق سراحو يا رب العالمين يا العالمين، توقف معاه وطلق سراحو. كنت كنتمنى يكون كان معنا في هذا النهار بحال هكا، لان هاد صدقه عليه هو، وهادشي كامل عليه بابا. وكذلك حتى انا راه كنت مجروره في هاد القضيه، وكانوا الناس المهم كانت الصوره ديالي مسخه، وكان بزاف ديال الحوايج ماشي عند كلشي، عند بعض الناس. الحمد لله الناس اللي تايقه فينا راني عارفاهم، حيت كاين الناس اللي عاوتاني تايقين فينا من الاول وعارفيننا ماشي ديال داكشي كاع. والحمد لله يعني ناس ترونكيل، ما نوصلوش نهائيا لذاك المستوى الخبيث والدنيء ولا اخلاقي نهائيا. والحمد لله كاين الناس معنا وكاين الناس ضدنا، ولكن انا ديما كنقول لكم النهار اللي تحكم بابا براءه بان لكم المسار، وبان لكم شكون الظالم وشكون المظلوم. والحمد لله كيف ما كنقول اليوم كاين واحد الصدقه في الدار ديال الاسره المغربيه، والعائله ديالنا صغيره مجموعه الحمد لله. شوفوا انا كنعزل العائله ديالي، الناس اللي معانا، الناس اللي كانت كتسول، الناس اللي كتفرح لبابا، ماشي من طرف وصافي، بالعكس كنختار هادوك اللي فعلا وقفوا معانا. ما بقاتش في الكميه العائله هو كلشي كرهك من القلب ديالو، لا بقات واخا يكونوا غير قلالين، ولكن كلشي كيبغيك من القلب، ما بقاتش في كثره. هاي العائله كبيره عندي، ولكن واش كلهم كيبغيوك من قلبهم؟ لا، انا عطيوني غير شويه ويكونوا كيحماقوا عليا ويبغيو لي الخير على بزاف وما كيبغيونيش. وهادشي اللي كاين، وحنا ديما كنجمعوا نفس الاشخاص، عماماتي واحد العم ديالنا ما كيبانش في العائله ديالو، هادوك نفس الاشخاص، ما عندناش شي وحدين غادي نزيدو نعرضوا عندنا العائله ديالنا. ولكن الله يهدي مخلوق وصافي، كل واحد بان على حقيقته من نهار شد ام يوسف، كل واحد بين على الصوره ديالو، بين على الوجه الحقيقي ديالو. الله يخدم فيهم الحق، شي اللي غادي نقول الله يخدم فيهم الحق. وهذا ما كان البنات، حنا فرحانين وكنعاودها كنكررها، وحتى نتوما كذلك فرحانين معنا في هذه البراءه ديال بابا. شي حاجه ماشي سهله. وصافي دابا غادي نخرجوا باش نجلسوا مع العائله ديالنا، باش نديروا واحد الجليسه ديال اتاي وداكشي. ايوا المهم خليكم معنا باش نمشيو فين. ودابا غادي نديها حتى الصالون. جاوب طلبة أهلا، صافا صافا زينة. البقوس هادي اللي وقفتي معايا نتي الحب. واحد الخال سميتو عمران عندنا في الدار، واحد الصليلة. Thank you.
نوبه بعد ما تقول هذا الكاع ليا عاود نوبه تتبدل حتى هي ما لا ما تبدلش هي مع الله تبدل هي شوف هي بكريشه ديالنا دابا فردي فردلا افر الفرده طاحت العارو هاي كتمشى بزاف تقطعات هاي 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 هادشي بزاف انا الزازا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا رب مما لا إله إلا الله يجونه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يوسف يوسف دابا طلع عندو قرا عندو يوسف جوج سلكه تخدمتو على كسر سبحان الله العظيم حتى جات الظروف الله العظيم هو العيب الله يطلق الصراحه ولا شافني عرفني مسكين دابا قلت لك شي غير كلهم بحالك واش غتقول انا مرحبا كل هذا هو اللي
ولا مسجونا الا صلحته ولا مسجونا الا صلحته كما نسالك ان تصلح لاخينا يوسف اللهم اطلق سراحه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج عليه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج عليه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج عليه الكروبات اللهم فرج عليه الكروبات اللهم اطلق سراحه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سي محمد اللهم فرج عليه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ادل شطرك الخير اللهم ادل شطرك الخير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج عليه تفريجا من عندك اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوات المضطر اذا دعاه رحم الدنيا والاخره ورحمهما يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء ان تجعل لاخينا طريقا مستقيما يا رب ان اجعل له طريق الخير اللهم اجعل له طريق الخير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فارق الحب والنوى اللهم فارق الحب والنوى اعطي لاخينا ما نوى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج عليه تفريجا من عندك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اسلك له طريق الخير اللهم اسلك له طريق الخير عمتي حليمة ما هو إحساسك فاش سمعتي براء؟ الحمد لله اللهم حبيب الله ما كتضحكيش على صراحة ديما مولفة كنت مزالة إيوا اللهم لك فرحانة الحمد لله ناشطة الحمد لله جعلنا الاعتبار وهزينا راسنا الحمد لله صراحة نحشمو حنا عارفين شنو كاين الحمد لله عارفين وماشي عارفين ماشي متأكدين ولكن ماشي أي واحد تلاقيتيه غادي تبقاي تحلفي له وتبقاي تشرحي له وتبقاي تقولي له هادشي ما كاينش أنا تا قال لك هي وغير دار لك خاطرك يجيب لك الله بحال اللي دار لك خاطرك والحمد لله اللهم لك الحمد دابا الحمد لله بانت الحقيقة وبان كل شيء اللهم لك الحمد الحمد لله اللهم لك هادشي اللي كاين اللهم لك الحمد سلام والحمد لله فرحنا بزاف صراحة كما قالت اختي واخا كنا متاكدين منها ولكن كنا خصنا توثق اي توثق دابا توثق اما كنا عارفينها الحمد لله كنا عارفينها حنا عندنا ثقه في خونا وعارفين هادشي ما كاينش هادشي عمره ما كان الله يستر الله يستر وصافي هادشي اللي كاين الحمد لله الله يهدي ما خلق امين قبل السيدات كل شيء سوا شي مفاجاه زوينه ونفرحوا ان شاء الله كبيره ان شاء الله انا عييت بزاف بالمساينه كنتسنى ناكل حيت فيا الموت هو غيبدا الماتش دابا دابا غيبدا شي حكيمي تفرج ليه شوف هذا الركراكي ما طلع ظهره ما تنسينيش المهم هذه بعدا فتان جات كلها ولكن باين المعنى هذا هو الاهم المهم راحنا البارح عجزنا ناكلوها حيت كان
كان كلشي شبعان صافي ما قدرناش ناكلوها. شوفوا شوفوا الصداع بزاف في الدار. المهم دابا عاد غادي ناكلوها هادي دابا العشيه، هذا النهار الثاني. المهم غادي نقسموها وناكلوها الحمد لله على رب العالمين. هادو هادو فرحان الصغار. هاك البراءة انت يا يسرى. من داخل زوينه. لا 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 زوينه، دوقي شويه منها باينه زوينه هذه.